من الحاجات اللي كل صيف بتتشير ليك ان انت مره قلتي للاهالي ربوا ولادكم، وان انت كنت معترضه وكاتبه كده مجموعه حاجات، ايه هي وليه؟ ايوه الساحل. بصي اتغيروا خالص يعني. ايه اللي انت شفتيه خلاكي تكتبي البوست ده؟ شفت بلاوي. ايه؟ يا نهار اسود. ايه اكتر حاجه يعني استفزتك؟ يعني شفت الولاد الصغيرين بيتصرفوا فلوس كتير، بيصرفوا بشكل عبط، حريه غير مسؤوله، بطريقه مش مظبوطه، سجاير وسهر وبنات، انا مش قادره اقول يعني، بس لا الحاجات دي. وعربيات وبسرعه عاليه، واخبطي ما يمكيش، واعمل مش للدرجه دي يعني، ومفيش التزام بالاسره، مفيش حد يرجع للبيت مثلا انا في الحته الفلانيه، لا انا بره طز في يعني. لا بتحس انك لما بتكتبي بتعرفي تعبري اكتر من لما بتتكلمي، لان انت كنت كاتبه حاجات عقله دماغ عاليه جدا، وانت بتتكلمي لا ما عندكيش ايوه لا ابص يعني بتكلم عادي، ما انا عايزه مش هن لا بس وانت لازم اقعد بتكتبي افكر بقى بره. قصدها تقول لك ان انت فعلا شخص خجول. جدا يعني احنا بنحاول نطلع منك الكلام والله. والحكايات. والله العظيم انت عارفه انا طلعت مذيعه وقلت مش هنفع عشان الحكايه دي، عشان ما بعرفش اغني كتير. انت كنت عندك تجربه وانت اللي قلتي برضه؟ انا قلت لا مش هكمل. مش حابه يعني، صعبه، انت مهنتكم صعبه قوي برضه، طب صعبه جدا. احمد في بتركيبته اللي انت ربيتيها دي، لو انت ان شاء الله جات لك فرصه ومثلتي وتاخرتي بقى في لا مش هتكلم. لا يا ماما، لا ده ماما ولو هي بتحشر فيا برضه. ما انت عداله ما فيش حاجه. حاضر يا احمد، احمد اكله اشربه. واحمد كبر. كبر طبعا. لا بس يعني اهتم بيه بس وخلاص. بنمسي على احمد بشكله. ربنا يخلي لك احمد. احمد اقوى يعني، شخصيته مؤثره فيك من ابوه. ده ابوه طيب. والله تصدقي تؤمني بالله ان ابو احمد طيب؟ تصدقي انت صح؟ ده ابن حلال جدا، حمزي عليه بقى. ربنا يكرمه. الله يخليك. احنا مبسوطين ان انت كنت موجوده معانا حبيبتي. انت انت رفضت تجسدي شخصيه ماجده. ليه؟ المقارنه صعبه قوي، انا مش زيها، ولا ليا نوع مود صوتها، ولا ليا طريقه كلامها. هي كده فعلا، هي كده هي كانت بتتكلم كده فعلا، مش بتمثل الطريقه دي. هي ناعمه قوي ورقيقه وصنططه وزغنططه ومنيونه، فانا هعمل ايه دي؟ ازاي؟ انا حاسه ان انا جنبها كراكل كده يعني حاجه. لا لا لا، هي ماجده كمان مش من الشخصيات اللي تنفع حد يقلدها او يعمل شخصيتها، لان هي فيها مكونات الانوثه بجد الحقيقيه اللي بجد. ما كانتش بتصنع. لا هي حاله مختلفه ونموذج مختلف وشخصيه مختلفه في كل شيء، في الطريقه وفي الكلام وفي النعومه وفي الادوار وفي الشخصيه وفي كل حاجه. يعني هم دول بجد يعني حاجه رائعه كده، ان مصر مليانه النماذج دي وكل حد ليه كاريزمته لوحده. مش هيرجعوا تاني بقى. خلاص صراحه فعلا اي حاجه بتروح ما بترجعش. لا هم الجيل، الوقت، الناس دي. كل واحد فيهم هم كانوا حلوين شبه زمانهم. بنشكرك يا غاده. ميرسي يا حبيبتي. بتمنى لك كل توفيق وشرفتينا. ميرسي يا حبيبتي. بنمسي على احمد، وبين ربنا يخلي لك احمد يا رب، وان شاء الله احمد مصر النهارده تتكلم عليك يا احمد، بس ما تزعلش. وان شاء الله يا رب التمثيل يجي لك بالمواصفات اللي انت تحبيها وبالاجواء اللي انت تحبيها. ميرسي يا حبيبتي. بنشكرك.